الخير دكتور طارق عزيز، استاذ القلب في معهد القلب. هو بس انا عايز اكلمكم على موضوع هو نادر جدا بس مهم جدا، لانه يعني مرض خطير جدا اللي هو اورام القلب. فاورام القلب دي في نوع اللي هو سكندري او ثانوي، يعني بيبقى من ورم اصلي في اي مكان في الجسم، الكبد او الكلى، بيدخل على القلب. وفي الموضوع اللي هو بيسموه برايمري اللي هو في القلب، طالع من القلب نفسه، صادر من القلب نفسه، يعني ورم جوه القلب. ده في منه نوعين، في نوع بيبقى حميد ونوع خبيث. النوع الخبيث ده قليل جدا جدا صحيح، بس نسبة ال يعني النوع خطير جدا وبينتشر بطريقة رهيبة وبيدمر القلب، وممكن ويطلع ممكن يطلع لأماكن أعضاء تانية، كبد والكلى برضه وهكذا. وفي نفس الوقت يعني اللي بيصاب لا قدر الله يعني بالموضوع ده، بيبقى نسبة الوفاة يعني نسبة حياته لا تتعدى سنة بعديها حتى لو خد علاج. فدي المشكلة. فالمهم في الموضوع ده انه ازاي نشخص. فأي حد يشتكي من أي عرض، أي عرض في القلب، سواء ضربات سريعة، وجع في صدره، كرشة نفس، لازم يعمل حاجة اسمها موجات صوتية على القلب، أشعة تلفزيونية على القلب، هي دي اللي بتشخص إذا كان في ورم أو لا. فدي لازم المريض عليه دور والدكتور دور اللي عليه دور اللي بيشال الموجات. المريض إن هو أول ما يحس بأعراض يروح يعمل يروح للدكتور يفحصه ويطلب له، إذا طلب له موجات صوتية دكتور موجات صوتية بقى الدور اللي عليه إن هو يعرف إزاي يشخصها. وبعدين العلاج بعد كده بيبقى جراحة بتتشال، أو علاج كيماوي أو علاج إشعاعي حسب الحالة. وطبعا يعني فالتشخيص اهم حاجه في النقطه دي، عشان لو في مراحله الاولانيه قبل ما يكبر قوي وياخد حيز كبير في القلب ويدمر صمامات وخلايا القلب، يتلحق وهو صغير بيتشال بالجراحه كمحاوله، لان هو يعني تفادي او نزود يعني نتفادى المضاعفات بتاعته. شكرا.